جاهزة موسى؟ إلى أي مدى هذا يزعج واشنطن وحلفائها؟ جاهزين شباب؟ أدي عنا للهواء؟ دقيقة للهواء، انجز عم نسجل؟ ايه حسن. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، رن. أهلا بكم مشاهدينا إلى الحلقة الأولى من برنامج العد العكسي. كانت تلك إذن الحلقة الأولى من برنامج العد العكسي، طبعا مع الميكينج أوف وكل ما رافق البرنامج من تحضيرات وراء الكواليس. اليوم نقدم لكم الحلقة الأخيرة من العد العكسي، سنستعرض فيها أبرز المواضيع التي تناولها البرنامج على مدى 3 سنوات ونصف السنة، وذلك من خلال لقطات ومقتطفات سريعة. سنخصص القسم الثاني من العد العكسي لذلك، أما في البداية فسنتوقف عند أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع، ونبدأ بالسلوك التركي الأخير سواء تجاه موسكو أو تجاه بغداد. ماذا تريد أنقرة من وراء هذا التصعيد، وتحديدا من وراء التوغل الأخير في العراق؟ هل يأتي بالتنسيق مع بعض دول المنطقة أو مع الولايات المتحدة؟ محطتنا الثانية من الانتخابات التي شهدتها كل من فرنسا وفنزويلا، هل أفل نجم اليسار وجاء زمن اليمين، أم أن الكلام عن تراجع اليسار مبالغ فيه؟ ما الأسباب التي أوصلت دولا أوروبية وبعض الدول في أمريكا اللاتينية إلى هذا الواقع؟ هل هي السياسة أم الاقتصاد؟ محطتنا الثالثة كما ذكرنا ستكون عند وقفة مع عدد من المواضيع التي تناولناها في العد العكسي على مدى سنوات عرضه، وقد حاولنا فيها الوقوف عند المحطات الرئيسة في المنطقة والعالم، ليس فقط المحطات السياسية، بل تناولنا الكثير من المواضيع الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية وغيرها. وأخيرا فقرة هذه حكايتي، حكايات متعددة لأناس بسطاء نعرض أهمها في مقتطفات سريعة. أهلا بكم إلى الحلقة الأخيرة في العد العكسي. وكأن المشهد الإقليمي لم يكن ينقصه سوى تصعيد عسكري إضافي، وكأن تركيا لا يكفيها كم المشاكل والأزمات الهائلة التي تحيط بها، فكان أن توغلت قواتها في الموصل شمال العراق يوم السبت الماضي. تؤكد أنقرة أن قواتها موجودة هناك بغرض تدريب عناصر البشمركة وبعلم الحكومة العراقية. كررت هذا الكلام أكثر من مرة على لسان أكثر من مسؤول فيها. هذه التبريرات لم تقنع الحكومة العراقية التي أنذرت أنقرة وحددت لها مهلة لسحب قواتها من محيط مدينة الموصل. وسط هذا التوتر كانت لافتة زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى أنقرة، علما أن الأخير أكد رفضه للتوغل التركي في الأراضي العراقية. يرى مراقبون أنه لا يمكن أن تكون هذه المسألة بعيدة
بعيدة عن الزيارة التي قام بها جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي لبغداد، وفيها دعا إلى ضرورة إدخال قوات سنية كما قال إقليمية لمقاتلة داعش تشارك فيها السعودية وتركيا ومصر. هل هو إذن ضوء أخضر أمريكي لتركيا؟ وماذا عن إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في مهمات قتالية لاستعادة السيطرة على الرمادي غرب العراق من تنظيم داعش؟ هل هذا التزامن صدفة؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع من اسطنبول دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول. أهلا بك دكتور سمير. لماذا هذا الإصرار والبعض يصفه بأنه تعنت وتحدي تركي واضح على مسألة عدم سحب القوات التركية التي توغلت مؤخرا في العراق؟ يعني إذا ما عدنا إلى ما تقوله أنقرة رسميا، نرى أنه هي تصر على أنه ما يجري كله يتم بعملية في إطار عملية تنسيق مع بغداد مباشرة، وأن هذه القوات لم تدخل مؤخرا إلى العراق، هي دخلت منذ أكثر من عام ونصف. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم كان أكثر وضوح عندما قال أن هذه القوات لن تنسحب في الوقت الحالي، وأنه الآن هناك مخاطر إرهابية جديدة ضد تركيا، ودون توفير ضمانات والقضاء على هذه المنظمات الإرهابية تركيا لن تغير سياستها. لكن هذا لا يعني إطلاقا أنه أنقرة لا تنسق مع بغداد، عندما أرسلت وفد إلى في اليومين الأخيرين للنقاش هذه المسألة مباشرة، ويبدو أنه أجواء الوفد بعد عودته كانت تفاؤلية أنا من خلال المتابعة. لكن هذا يعني إطلاقا أنه بغداد لها استراتيجيتها في التعامل مع هذه المسألة، وهي ماضية كما يبدو حتى النهاية في هذه الاستراتيجية. صحيح، ويبدو أنها لم تطمئن يعني حتى بعد إرسال الوفد، والكلام اللي سمعناه عن ما يشبه المفاوضات بين الوفدين عراقي وتركي، قالت بغداد على لسان أكثر من مسؤول فيها أنها ماضية في تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، يعني رفعت السقف كثيرا لأعلى هيئة في الأمم المتحدة. ماذا سيكون عليه الموقف التركي حينها؟ ما في إحراج؟ أليس هناك إحراجا لتركيا في حال وصل الموضوع إلى مجلس الأمن؟ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الصباح قبل حوالي الساعتين تقريبا سئل عن هذه المسألة، قال أنه من حق العراق الحكومة العراقية أن تذهب إلى مجلس الأمن لأنه هذا حقها القانوني، لكن انتقد توجه العراق إلى مجلس الأمن، خصوصا أنه النقاشات مستمرة بين بغداد وأنقرة في هذه المسألة ولم تنقطع الاتصالات كما فهمنا ليلة أمس من قبل بيان صادر عن رئاسة الوزراء التركية. العراق ذهب إلى مجلس الأمن، لا نعرف أيضا من خلال المتابعة فهمنا أنه هو مجرد إخطار إعلام لمجلس الأمن الدولي بالموقف العراقي. طبعا هناك إصرار على انسحاب القوات التركية من العراق، لكن هذا مرتبط أيضا بما سيطلبه العراق مباشرة في الساعة المقبلة من مجلس الأمن. هل سيكون هناك اجتماع لمناقشة هذه المسألة، اجتماع رسمي أم غير ذلك؟ كل هذا برأيي مرتبط في بالاتصالات المستمرة، برأيي لم تنقطع هذه الاتصالات حتى الآن بين بغداد وأنقرة. بالتأكيد سنتابع ذلك، ولكن نعود ونقول أو يقول المراقبون أن السؤال ليس عن القوات المتواجدة أصلا في شمال العراق منذ 2014 بالفعل، ولكن السؤال عن القوات الإضافية اللي توغلت في بعشيقة وفي محيط الموصل، والقوات التركية تصر على موقفها، العراق أيضا يعني تركيا تصر على موقفها، العراق يصر على موقفه، وبالفعل يبدو أن هناك قطبة مخفية في الموضوع. يعني إذا كان في تنسيق من البداية، لماذا يحتج العراق برأيك؟ أظن العراق يحتاج مباشرة على القوات الإضافية التي دخلت الأسبوع المنصرم، وأنا أرى أنه إذا كانت أنقرة لم تنسق مع بغداد في هذه المسألة ففعلا هناك مشكلة، كان لابد من التنسيق طالما أنه هناك تنسيق سابق بين أنقرة
وبغداد في مسألة دخول وتواجد المدربين الأتراك في مناطق شمال العراق. أما عملية إرسال قوات إضافية فبرأيي كانت تحتاج أيضا إلى هذا التنسيق، وهي مسألة فعلا لم تتوضح، لم نعرف تفاصيلها حتى الساعة. نقطة ثانية، الآن يبدو أنه الحكومة العراقية بدأت تقول تردد أنه تواجد المدربين معروف، لكن الاعتراض هو على القوات الإضافية. إذا كانت هذه العقدة يعني الحل فقط مرتبط بهذه المسألة، لا أظن إطلاقا أنها ستطول هذه الأزمة وستستمر، لأنه تركيا أبدت استعدادها لمناقشة هذه التفاصيل مع بغداد منذ أكثر من أسبوع تقريبا. طيب كيف، لا شك أنكم تراقبون الموقف الأمريكي أيضا، وسمعنا ما يشبه الرفض لوجود أي قوات عسكرية إلا موافقة الحكومة العراقية. البعض قال أنه الولايات التركية أخذت ما يشبه الضوء الأخضر من واشنطن، هل هذا صحيح؟ في أجواء توحي بذلك؟ يعني رأيي الشخصي أنا من خلال المتابعة أنه الأتراك الحكومة التركية لا تثق بالموقف الأمريكي إطلاقا، لأنه بعد اندلاع هذه الأزمة كان هناك موقف أمريكي فعلا محير عندما قالت أنه هي تعرف تفاصيل تواجد المدربين الأتراك، لكن المسألة تعني العراق والحكومة العراقية مباشرة. هذا يعني أنه واشنطن أيضا تتجاهل الدور التركي في العراق في الحرب على داعش وتواجد هذه العناصر التركية. من هنا على المدى البعيد لابد، إذا كانت فعلا واشنطن راغبة في التحرك بشكل أو بآخر، عليها أن تدخل على الأقل إما كوسيط بين أنقرة وبغداد، وهذا ما لم تفعله حتى الآن، وإما أن تعتمد استراتيجية واضحة في التعامل مع مسألة الحرب على داعش. وهذه نقطة أيضا ما زالت غامضة كليا بالنسبة للطرح الأمريكي المستقبلي. من هنا أنا أرى أن أنقرة لن تعطي أهمية كبيرة للموقف الأمريكي بعد الآن تحديدا في التعامل مع هذه المسألة. نعم، ابقى معي لو سمحت. معنا من بغداد انضم إلينا للتو سيد جبار عبد الخالق العبادي، عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون. أهلا بك سعادة النائب. إذا فهمنا وواضح يعني بشكل جلي أن العراق متجه نحو مجلس الأمن، علما أنه في مفاوضات أو محادثات يعني وتنسيق لم ينقطع على المستوى السياسي على الأقل بين الطرفين التركي والعراقي. كيف يمكن يعني فهم ما يشبه التناقض؟ في تنسيق ومفاوضات على الأرض وبالسياسة، وفي توجه نحو مجلس الأمن من قبل العراق. نعم، شكرا جزيلا، تحية لك والمشاهد الكرام والضيف الكريم. طبعا إذا كان هناك تناقض فهو تناقض في الموقف التركي، وهذا واضح وجلي حتى من خلال تصريح، يعني هناك أيضا خلاف في تصريح رئيس الجمهورية عن رئيس الوزراء، خلاف ما يتم التفاوض والجهات المفاوضة مع الحكومة العراقية. الحكومة العراقية موقفها واضح من بداية الأزمة ولحد الآن، ذكرت على لسان سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أن دخول القوات التركية إلى العراق يعتبر أعلى سيادة، ده واضح. طالبت القوات التركية بالانسحاب، أعطتها مهلة زمنية، أعطت وقت للمساعي الدبلوماسية. هذا كان الخطوة الأولى من الجانب العراقي. على عكس ما رأينا وشاهدنا من القوى، الحكومة التركية كانت في البداية تذكر أن هناك موافقات، هناك اتفاق بين الحكومة العراقية والحكومة التركية لدخول القوات. مرة تذكر أن هذا الاتفاق تم مع رئيس الحكومة، مرة أخرى تذكر أنه مع الحكومة المحلية للمحافظ المقال. لذلك هي بالحقيقة، وهنا تحديدا هنا في هذه النقطة تحديدا قيل أو تم الكلام عن دور لوزير الدفاع العراقي السيد خالد العبيدي، أنه كان يعرف على الأقل بدخول أو بالاستعداد لدخول قوات تركية إلى تلك المنطقة، تحديدا إلى معسكر في منطقة زلكان. يعني إذا كان يعرف أو لديه علم بالدخول، هذا لا يعني موافقة مبدئية على الدخول. الدخول العلم بالدخول شيء، والسماح بدخولهم شيء آخر. دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية لم يكن بالاتفاق سواء على مستوى الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية. طيب، هو تجاوز على أراضي سيادية للعراق بخلاف للقانون الدولي، وكلام السيد رئيس الوزراء يوم أمس كان واضح وجلي، رفض
قاطع لدخول هذه القوات. أيضا أكد بشكل بات ونهائي لا وجود لأي اتفاق مع القوات أو الحكومة التركية. لذلك المنهج سوف تتبعه الحكومة هو بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وعرض هذا الموضوع على أروقة المحافل الدولية. طيب. وبالرغم من كل ذلك ساعتنا بالرغم من كل ذلك أنقرة مصرة على موقفها. سمعنا منذ ساعات ما قاله الرئيس التركي لن يستجيب لمطالب العراق. يعني وكأنه يعني يضرب بعرض الحائط حتى بإمكانية صدور أي قرار عن مجلس الأمن. في هذه الحال في خطة بديلة لدى العراق؟ هل لديه أي أوراق أو أي استراتيجية تجاه ما قد يصدر عن الموقف التركي؟ يعني القوات العراقية والحشد الشعبي الآن الذي يقاتل داعش وسبق أن قاتل الأمريكان هو على استعداد كامل أن يواجه القوات التركية ويطرد القوات التركية من الأراضي العراقية. ليس معنى أنه اتباع الطرق الدبلوماسية هناك عجز أو هناك قبول إلى حد ما بتواجد هذه القوات، ولكن نعطي فسحة من المجال للتفاوض. أما خلاف ذلك أو إذا كان يحلم الإمبراطور العثماني بأن يعيد أمجاد العثمانيين، فإن ما في العراق موجود من أبطال أشاوش يستطيعون مثل ما طردوا أجداده يستطيعون طرده هو ومن تحالف معه. نعم. ماذا عن دور واشنطن بالنسبة لكم؟ هل يعني ما زال الدور غامض نوعا ما، مش واضح دور الولايات المتحدة؟ هل تعتبرون أنه في موافقة مخفية ربما أو مبطنة على ما جرى؟ يعني عودتنا الولايات المتحدة في أكثر من موقف، مع العلم أن هناك اتفاقية للإطار الاستراتيجي مع العراق، لكن لا من دخول قوات داعش في وقتها كان موقف واضح، ولا أيضا من دخول القوات التركية الآن. أنا أتكلم ليس فرق عندي بين دخول داعش ودخول القوات التركية، هي تمثل داعش أيضا، هو نفس الغاية، هو محاولة السيطرة على مقدرات الشعب العراقي. نعم. الموقف الأمريكي موقف غير واضح، ولم نتفاجأ لأن سبق وأن لمسنا ولاحظنا هذا الموقف. نعم. وفي نفس الوقت يتزامن يعني هذا مع كلام عن إمكانية مشاركة الولايات المتحدة بمهمات قتالية كما وصفت في الرمادي غرب العراق. يعني نظر إلى أن هذا التزامن ليس صدفة، وما إذا كان هناك إمكانية فعلية للقيام بمثل هذه المهمات؟ يعني سبق وأن طرح هذا الموضوع ولأكثر من مرة، وأيضا كان جواب الحكومة العراقية واضح بما تمتلك من قاعدة شعبية أنه ترفض رفض قاطع دخول أي قوات أجنبية إلى الأراضي العراقية سواء كانت قوات أمريكية أو غيرها. تستطيع القوات العراقية وأبناء المناطق المغتصبة من داعش أن تحرر هذه الأراضي دون الاعتماد على القوات الأمريكية. نعم. أنا أشكرك جزيلا سيد جبار عبد الخالق العبادي عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون. أعود إليك دكتور سمير بالحديث عن الموقف الأمريكي. لا شك أنك تابعت ما صدر منذ أسبوع تقريبا عن أعضاء في الكونغرس الأمريكي أنه ضرورة أو الدعوة إلى تشكيل قوات وصفوها بالقوات السنية لمقاتلة داعش في كل من العراق وسوريا. أيضا هذا التزامن يبدو مريبا نوعا ما فيما جرى باليومين الماضيين. طبعا يعني هناك محاولة برأيي من خلال المتابعة أيضا أقول هذا الكلام أنه لخلق حالة من الاصطفاف المذهبي في المنطقة، ومحاولة أيضا لدفع تركيا لتكون جزء من هذه الحالة. لا أظن إطلاقا أنه أنقرة لو كانت راغبة في الدخول في نقاش أو معادلات من هذا النوع كان سنح لها الكثير من الفرص في السابق، لكنها أصرت على الابتعاد. لا أظن إطلاقا أنه أنقرة ستغير من سياستها ومواقفها المعلنة حتى الآن في مسائل إنشاء مخيمات أو تكتلات أو أحلاف مذهبية أو دينية في المنطقة. نعم. نقطة أهم من ذلك أنه الآن الجميع يتجاهل أنه هذه القوات عشرات العناصر هي في مهمة تدريبية، يعني هي ليست قوة احتلال. نحن نعرف أنه العراق يعترض ويصر على احترام سيادته، هذه مسألة خارج النقاش. طبعا علينا أن نتركها كنقطة أساسية في قلب الحوار، لكن عندما
كما يعني يكون هناك موقف تصعيدي عراقي بهذا الشكل، فهذا يحمل معه علامة استفهام برأيي، لماذا الآن وفي هذه المرحلة وضد العشرات العناصر؟ هذه النقطة الآن التي علينا الآخر أن نربطها مباشرة الآخر بالسؤال الذي طرحته. لا لا، الطرف الآخر يقول عفوا دكتور سمير، تصعيد من الجانب التركي وليس من الجانب العراقي، لأنه يعني كانت واضحة التحركات على الأرض، هذا أولا، وثانيا لماذا الآن بالنسبة لتركيا؟ لماذا الاستعداد أو الإعلان عن محاربة تنظيم داعش الآن ومنذ 4 سنوات الأزمة موجودة، منذ 3 سنوات على الأقل؟ تركيا منذ أكثر من عام ونصف أنشأت دعمت المخيمين وهي تدرب القوات سواء كان البشمركة أم في مخيم الموصل، هذه مسألة أيضا معروفة بالنسبة لبغداد أكثر من غيرها. الآن لماذا بغداد تتحرك الآن؟ هذا ما قصدته الآن، عام ونصف على المسألة والآن تذكرت بغداد أن هناك قوات تركية موجودة داخل الأراضي العراقية. من هنا أنا قلت لك أن التوقيت مهم، لماذا؟ لأنه عندما نسمع الموقف الإيراني والموقف الروسي الآن وحجم محاولة الدخول والوقوف، موقف روسيا في مجلس الأمن الأسبوع المنصرم الآن، مواقف قيادات إيرانية دينية في إيران أيضا، كل هذا يعني موقف مقتدى الصدر في عندما يقول أنه نعلن الحرب وقادرون على احتلال تركيا أيضا، يعني لماذا هذا التضخيم بهذا الشكل؟ أنا قلت لك قبل قليل أنه نحن هناك فرص الآن للنقاش، لكن هذه النقطة الآن التي تقلق، لأنه يعني محاولة دفع تركيا خارج المسألة من الممكن أيضا في لعبة التوازنات والربح والخسارة، لكن بهذه الطريقة مسألة تقلق الأتراك. هل هناك مشروع إقليمي جديد باستهداف تركيا مباشرة عبر تحريك الورقة العراقية؟ هذه برأيي النقطة التي تقلق. ما هو المشكلة، ولو أنه لم يعد لدينا أي يعني وقت إضافي، المشكلة أنه هي من حركت هذه الورقة، يعني بدخولها أو بدخول قوات جديدة. نحن لا نتحدث عن القوات القديمة ولا أريد أن نعيد نفس الكلام، في قوات جديدة ودبابات وآليات دخلت العراق مؤخرا، لماذا حركت تركيا آلياتها الآن؟ يعني السؤال عند بالملعب التركي الكرة وليس بالملعب العراقي. في عنا 20 ثانية. هذا ما يعني قلناه أكثر من مرة، أن هذه القوات الإضافية كانت ينبغي أن تدخل في إطار عملية تنسيق مباشر مع بغداد. صحيح. ما الذي جرى؟ كيف تقدمت الأمور على الأرض؟ برأيي هذه مسألة أيضا علينا أن نناقشها. نعم. في الساعات والأيام المقبلة. أنا أشكرك جزيلا دكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول، حدثنا من إسطنبول. بين صعود اليمين في أوروبا وتراجع اليسار في أمريكا اللاتينية، ما الذي حصل؟ بعد الفاصل يتخلل موجز للأنباء ثم نعود. أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي. منذ اللحظة الأولى لوقوع الاعتداءات الإرهابية في باريس الشهر الماضي، كان واضحا أن اليمين سيتقدم المشهد السياسي في فرنسا. هذا ما جرى في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية التي حصل فيها اليمين على نحو 30% من الأصوات. لا شك أيضا أن أزمة المهاجرين لعبت دورا واضحا في بروز اليمين على الساحة، ليس في فرنسا وحسب، بل خرجت أصوات عدائية تجاه المسلمين تحديدا في كل من ألمانيا وبولندا والدنمارك وحتى في بريطانيا. وإذا كان الإرهاب وأزمة اللاجئين بالإضافة إلى أزمة اليورو هي التي جعلت اليمين يتصدر المشهد في أوروبا، فإن الأمر يختلف تماما في أمريكا اللاتينية. في الأرجنتين تراجع اليسار بعد حكم دام 12 عاما وفاز اليمين بنسبة 51%، ما يرسل إشارات سلبية لأحزاب اليسار والوسط الحاكمة في البرازيل وتشيلي.
في فنزويلا فاز ائتلاف المعارضة وأقر الرئيس نيكولاس مادورو بالهزيمة. ما جرى في فنزويلا اعتبر انتكاسة كبرى للثورة الاشتراكية التي بدأت قبل 16 عاما بقيادة الراحل هيوغو تشافيز. ما الأسباب الحقيقية وراء تراجع اليسار وتقدم اليمين في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية؟ ما الذي أوصل الوضع إلى ما هو عليه في هذه الدول؟ السياسة أم الاقتصاد أم الاثنان معا؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع هنا في الاستوديو السيدة وفيقة إبراهيم المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية. أهلا بك سيدة وفيقة. لا شك أن هناك أسباب داخلية وأسباب خارجية لما يحصل في عموم أمريكا اللاتينية وليس فقط في فنزويلا. فنزويلا سنأخذها مثال. في قراءة واضحة لما يحصل لما حصل؟ بالنسبة لفنزويلا كحالة خاصة هناك بعض المميزات التي يعني تخص فنزويلا تحديدا، ولكن هناك صفة عامة أيضا لتراجع أو سبب عام دعني أقول لتراجع اليسار في أمريكا اللاتينية. اليسار قدم في أمريكا اللاتينية خلال العقد الماضي أو عقد ونصف تقريبا نموذج لوضع كل الاقتصاد أو الموارد الاقتصادية الثروات الاقتصادية بتصرف المشاريع الشعبية وإلى آخره، ولكن حصل ذلك في ظل عاملين أساسيين هما أولا وجود يعني قادة وزعماء من حجم تشافيز بوريه مثلا، وأيضا بظل ارتفاع بتلك الفترة لأسعار الموارد الأولية والنفط تحديدا. هذا ساعد كثيرا يعني نمو هذا اليسار بظل كل المشاكل المتراكمة للنيوليبرالية ولليمين الرجعي الذي هو في حالة تنسيق كلي يعني وتبعية مطلقة بالحقيقة للإمبريالية الأمريكية ولليمين العالمي بشكل عام. اليوم رحل الزعماء الكبار في أمريكا اللاتينية وانخفضت أسعار المواد أولية بشكل كبير ومأساوي. هذا أثر بطريقة مباشرة على كل المشاريع التي تقوم بها هذه الحكومات التقدمية. لم يستطيعوا في فنزويلا بالحقيقة إقامة الاشتراكية كما هي أو الاشتراكية بكل مستلزماتها. هناك نوع من الخليط بين الاشتراكية والرأسمالية، لهذا مكن بالحقيقة أعداء الداخل من وأعداء الخارج أيضا من ممارسة كل أنواع الضغوط والحروب على فنزويلا. حرب اقتصادية، حرب كهربائية، قطع التيار الكهربائي، عمليات تخريب، حرب نفسية إعلامية ضروس. يعني بشكل أساسي كان الانخفاض أسعار النفط تأثير مباشر على ما جرى بفنزويلا وببعض دول أمريكا اللاتينية، وهناك أسباب أخرى أيضا أكيد. ولكن أفهم منك سيدة وفيا أنه هذا مقصود يعني إن كان من الولايات المتحدة أو يعمل عليه منذ عشرات السنين. هذه سياسة الانقلابات الناعمة طبعا. اسمحي لي أن أقرأ بهذا السياق أيضا ما كتبته واشنطن بوست. نعم. كتبت فنزويلا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية تحدث في تاريخها. انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيس أجبر آلاف الشركات على إغلاق أبوابها وتسريح العمال، مما دفع أصحاب العمل لإلقاء اللوم على سوء إدارة الحكومة لملف الاقتصاد، وهنا ربما ممكن أن نبحث فيه، خاصة مع وصول التضخم إلى نحو 200%، هذا بجانب ارتفاع وتيرة العنف. أنصار مادورو يرون أن هذه المشكلات الاقتصادية المتصاعدة هي بمثابة تعميق للاشتراكية وسيطرة الدولة، ويتهمون المعارضة بشن حرب اقتصادية لصالح النخبة الموالية للولايات المتحدة، كما يتهمونها بتخريب فنزويلا تماما كما تفضلتي. ولكن أيضا يفترض بهذه الحال أن يكون هناك يعني فريق أو سياسة لإدارة الأزمة، وهذا ربما ما يعاب على الحكومة. نعم، أعتقد أنا لا أريد أن أخفف الحقيقة من حجم هذه الصفعة القوية التي يعني لقدت لليسار في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا، ولكن هي عثرة بطريق اليسار يمكن تجاوزها إذا دخلوا بدراسة اليوم، يعني جلسوا فعلا كما ينادي
السعودي اليوم يدعو الرئيس مادورو كل القوى الحية ليس فقط في فنزويلا بل بكل أمريكا اللاتينية لمناقشة كل المشاريع التي من شأنها مواجهة هذا التقدم اليميني في أمريكا اللاتينية. اليوم في فنزويلا مثلا الرئيس مادورو اتخذ أو أقر بعد المراسم التي تحمي العمال وتحمي مكتسبات الفقراء في أمريكا اللاتينية وفي فنزويلا تحديدا، يحاولون قدر الإمكان أن يعملوا على مواجهة هذا التقدم، ولكن يمكن تجاوز هذه الصفحة وهذه العثرة إذا يعني وضعوا دراسة نقدية بدون تابوهات، أن تضع الإصبع على الجرح وأن تقول هنا أخطأنا وهنا أخفقنا وعلينا. أمريكا اللاتينية اليوم أمام مفترق طرق حاد جدا، خاصة إذا ما تابعنا أيضا ما جرى بالأرجنتين. طبيعي يعني كريستينا فرنانديز أيضا طبعاً خسرت بالانتخابات. أيضا هناك تصويت كان يعني أطلق عليه صوت العقاب لمن يحبون يعني أنصار التشافيزية، هناك 25% من الامتناع هم من أصوات التشافيزيين امتنعوا عن هذا لصالح، هذا يعني يفترض أنه لصالح تشافيز أو لصالح امتنعوا عن التصويت ولم يصوتوا للفريق الآخر بطبيعة يعني هذا إيجابي، ولكنهم ألحقوا ضررا ولذلك يجب استعادة هذه الأصوات. طيب عن هذه النقطة نتحدث أكثر مع سيدة إيزابيل فرنجي العضو في الحزب الاشتراكي الموحد، هي معنا من كاراكاس. أهلا بك سيدة إيزابيل. إذا ربما هي ليس كما يصورها كثيرون أنها يعني تغيير لوجه فنزويلا كما قال البعض، صحيح أن المعارضة ربحت بعدد المقاعد مجتمعة 13 حزبا تقريبا، لكن احتفظ الحزب الاشتراكي ب 55 مقعد، هل هذا يعني تغيير يعني كبير في السياسات والاستراتيجيات العامة بفنزويلا؟ أولا شكرا للاستضافة وسلام لشقيقة وافي التي أعطتنا صورة وافية لما يحدث في فنزويلا وأمريكا اللاتينية. أقول لك بأنه لا أعتقد فنزويلا تغير وجه فنزويلا التشافيزي. إذا ذهبنا بالأرقام لما حدث في الانتخابات النيابية الحالية، نقول سأقول لك بالأرقام مثلا المود التي هي التجمع المعارضة سنة 2015 هي حصلت 7,720,501 صوت. التشافيزية وهم هنا سأقول لك بأنه 13 حزبا متنوعا، إنما التشافيزية وحدها حسوب كما يقال يعني الحزب الاشتراكي الموحد حصد 5,608,950 صوتا 2005. يعني هذا يعني أننا في الواقع الحزب الأكبر الموجود على الأرض المتواجد على الأرض يليه الحزب الأبيض ب 23 صوت. ماذا يعني هذا؟ وإن كانوا حصدوا على 109 أصوات ونحن 55 صوت، إنما مقارنة مع الانتخابات السابقة أقول لك بأنه المود التي هي المعارضة كانت أصواتها 7,363,980. هذا يعني بأنه ليس هناك منفارق، إنما هنا يعني بعد سنتين هناك فارق وهنا زيادة 5.13%. هذا يعني بأنهم لم يحصدوا على أصوات التشافيزيين، إنما صحيح هذا ما كنا نركز عليه. أصوات العقاب التي كانت 5 ملايين يعني من امتنعوا عن الانتخابات، وكانت هذه رسالة للحزب الحاكم. وأعتقد هنا بأنهم لم يهزوا صورة التشافيزية، إنما وأعطاء صوتهم للمعارضة لأنهم ليسوا على توافق مع المعارضة، إنما مع يعني كانت رسالة موجهة للحزب الحاكم. والحزب الحاكم الآن في الأيام السابقة في 2013 مقارنة كان لديه 7,578,570 صوت. هذا يعني بأننا ما زلنا على الأرض، ما زلنا متواجدين، وهناك اللعبة الدستورية هي جيدة جدا وراقية جدا في فنزويلا. صحيح. وأريد أن أعقب أيضا بأن فنزويلا اليوم أعطت
درسا للعالم كيف تكون لعبة الديمقراطية. نعم. بأن يكون ما يسمى كما تقول الولايات المتحدة بأننا نواجه دولة ديكتاتورية أظهر الرئيس مادورو اليوم والحزب الاشتراكي والثورة البوليفارية بأن نمط تغييري ثوري ديمقراطي لا مثيل له. نعم. في العالم. طبعا هذا يحسب لنيكولاس مادورو وللحكومة الحالية أنه أول يعني منذ اللحظة الأولى اعترفت بالهزيمة وباركت للطرف الآخر. وبالفعل هذه نقطة مهمة جدا ويعني يظهر للعالم أنه في ديمقراطية حقيقية وخاصة للولايات المتحدة. أريد أن أتحدث معك لو سمحتي عن بعض ربما الجوانب الدستورية. ونحن نعرف أن النظام بفنزويلا رئاسي أو رئاسي برلماني. مصير الاتفاقيات والمعاهدات بهذه الحالة في المرحلة المقبلة هل يبدو غامضا أم أنه في سياسة يعني يجب أن تطبق أو إجراءات معينة يجب أن تمر بها هذه المعاهدات؟ أولا نحن كما تعلمون لأنه هو نظام رئاسي بامتياز. الدستور أعطى حق التوازن ما بين الفئات، يعني وإن كان هناك غالبية نيابية كما نسميها الثلثين في المجلس النيابي، جميع الاتفاقيات واي تغيير بالستاتو كو الذي طرحته الثوره خلال 15 سنه وخصوصا فيما يخص حقوق العمال حقوق الانسان التي هي محميه دستوريا يجب ان تمر عبر رئيس الجمهوريه الذي يجب ان يوافق على اي تعديل. وان رئيس الجمهوريه يمتنع عن هذا التعديل عليها ان تمر في تمر من خلال المحكمه الدستوريه المحكمه العليا في اصالته الدستوريه. نعم. يعني للتحقق ان كانت هذه التغيرات بحقوق الانسان او دستوريه ام لم تكن دستوريه. نعم. وبالتالي هناك توازن يعني السلطات الاخلاقيه التي ما يسمى بما هي يعني المدعي العام المراقب العام والمدافع العام ليبقي ايضا ان كانت دستوريه او ضد. نعم. حقوق الانسان. وهناك ما تشهد له هذه الثوره ويشهد له هذا الدستور بانه اعطى ايضا حقا هو ما يسمى بالسلطه الشعبيه. نعم. السلطه الشعبيه التي هي لديها القدره ولديها القوه ايضا، لا تكون قوه عن الثلثين في المجلس النيابي، هي ان تدعي الى استفتاء في حال رأت أن هناك حاجة وأن هناك حقوق العمال خاصة أو الشعبية. نعم. مهددة، تطلب الاستفتاء وأيضا يمكنها أن تشرع. طيب. وضحت هذه الفكرة. كان بودي أسألك عن الكثير من الأمور والجوانب اللي شابت هذه الانتخابات قبلها وبعدها وتداعياتها. للأسف انتهى الوقت. أنا أشكرك جزيلا إيزابيل فرنجية العضو في الحزب الاشتراكي الموحد من كاراكاس، وأعذريني أيضا سيدة وفيقة ربما دونت بعض الملاحظات، لكن مضطرة أن أذهب إلى فرنسا تحديدا باريس. معنا من هناك سيدة لي حاتم المستشار الخارجي لمؤسس حزب الجبهة الوطنية في فرنسا. أنت تابعتي أيضا كيف تقدم وتصدر المشهد اليمين الفرنسي. سيدة لي حاتم، يقال أنه بشكل أساسي يقال أنه الأحداث التي شهدتها باريس بالفترة الأخيرة هي التي عجلت بشكل أساسي أو كانت السبب الرئيسي وراء تقدم حزب اليمين أو أحزاب اليمين وتصدرها المشهد في الانتخابات الأخيرة. هل استغليتم بالفعل الوضع ما حدث في باريس؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن قبل بعض من سنة مثلا كانت هناك الانتخابات الأوروبية، ولقد حصل حزب الجبهة الوطنية في الصدارة في الانتخابات. فهناك نوع من استياء شعبي في فرنسا من الأحزاب اليمينية أو اليسارية التقليدية، لأن هناك أزمة اقتصادية في فرنسا والقليل من الناس يتكلم عن ذلك، وهناك مشاكل اجتماعية التي ساعدت ربما بالأعمال الإرهابية، لأن هؤلاء الإرهابيين يأتون من
بعض الضواحي الفرنسية الذين كانوا لديهم تاريخ إجرامي مثلا، استعملوا من داعش أو من بعض الحركات التي تتلاعب بها المخابرات الدولية مثلا، وذهبوا إلى سوريا، ومن ذلك عادوا بعدها لإقامة هذه المشاكل الإرهابية. فما حصل هو أعتقد لا ليس الأساسي أو السبب الأساسي الذي أدى إلى ربما هو عجل أنا كما قلت، أو كان يعني أحد الأسباب بالإضافة إلى أزمة المهاجرين واللاجئين. بانوراما العدل العكسي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي. على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة تناولنا مواضيع وأحداثا سياسية ساخنة في المنطقة والعالم. حاولنا الوقوف عند أهم المحطات التي عصفت بالعالم. طرحنا الأسئلة الصعبة. حاولنا قدر المستطاع الحصول على أجوبة شافية ومقنعة. استضفنا شخصيات عربية وأجنبية من مختلف الآراء والسياسات. فسحنا الفرصة للجميع ليقول كلمته وليعبر عن رأيه. بعض من غاب عن برنامج العدل العكسي لم نكن نحن في الواقع من غيبه، بل هو من ارتأى عدم الظهور على شاشتنا وفي برنامجنا لأسباب تخصه هو. من فلسطين إلى سوريا والعراق وتركيا وإيران، مرورا بلبنان والأردن، وصولا إلى دول المغرب العربي والدول الأوروبية وأمريكا وروسيا، حاولنا تقريب الصورة أكثر. نتمنى أن نكون قد نجحنا بالفعل في ذلك. سنمر الآن على مقتطفات سريعة من المواضيع التي تناولناها خلال الفترة الماضية. مواضيع وأحداث عديدة شهدها هذا الأسبوع، ربما كان الأبرز فيها اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق. لم تكن إسرائيل فعلا لتجرؤ على كل هذه الخطوات لولا شعورها بالضعف العربي. أنت تلتقي بدوري جولد وتدافع عن هذا اللقاء. كلمني حدثني عن هذا اللقاء. طيب المهم تطبيع أو مش تطبيع؟ تطبيع أو مش تطبيع؟ الموقف الأمريكاني مفهوم، وهو الدعم لأمن إسرائيل. رحلة بحرية انطلقت بعشرات القوارب من ميناء مدينة صور باتجاه بلدة الناقورة الحدودية مع فلسطين المحتلة. نتابع هذه الرسالة من طفل سجلها على اليوتيوب قبل 45 دقيقة فقط من استشهاده. دماؤنا عيوننا أكفاننا تحمينا من وعودكم وكلامكم، احنا بغزة بخير طمنون عنكم. إذن هذا نور الإسلام استشهد بعد 45 دقيقة فقط. أنا وعدت نفسي أن لا أبكي على الهواء. أنا أعتذر وأتوجه من جديد إلى السيد عقل الباهلي. هل سنسكت؟ هل سنسمح أن يجري ما يجري سيد عقل؟ القضية الفلسطينية اليوم في خطر، القدس في خطر. نشكر قناة الميادين على دورها الكبير الذي تقوم به في الجمهورية العربية السورية. بالنسبة للغارة، هي غارة على أسلحة لنظام الأسد وليست على سوريا. استهدف الجيش السوري بنهاية المطاف هذا أولا. ثانيا أنه ها هي جبهة الجولان باتت مفتوحة سيدي. أرسلت نعم أنا باسم حكومتي رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي الأخير. الجامعة العربية اللي هي ترى بأن حل الأزمة السورية هو حل سياسي وليس عسكري. اليوم المجتمع الدولي مجتمعا، حتى الدول المعتدية على سوريا بدأت تتكلم عن وجود إرهاب في سوريا. فيما يخص المنطقة العازلة أو المنطقة الآمنة كما تعبر عنها حكومة أنقرة فهي موجودة. كيري قال بأنه يمكن أن نفتح طريق عبر مسألة المفاوضات.
لا شك أنك تابعت آخر المواقف الأمريكية مثلا، في تغيير واضح باللهجة وأنتم تكابرون ولا تريدون أن تعترفوا. موضوع المكابرة هذا غير وارد إطلاقا الحقيقة، وأنا أربع يعني بك وبالحوار أن يصل إلى اتهام جهة ما بالمكابرة. لا لا مش أنا اللي اتهمتك دكتور هشام، أنا قلت أنه تعطون الانطباع لدى البعض بأنكم تكابرون، هذا أولا. وثانيا وبالمناسبة يعني كلمة مكابرة كلمة أنيقة وجميلة وباللغة العربية ما في مشكلة عليها. إقالة بن عمر جاءت لأنه رفض أن يكون منصاعا للتعليمات السعودية. المملكة العربية السعودية تنظر للقضية من زاوية خلافها مع إيران. الحصار الذي يفرض هذه كلها يعني لا تستهدف الحوثيين ولكن تستهدف الشعب اليمني. الحالة الإنسانية الكارثية بكل المقاييس اليوم في اليمن، وهناك أيضا نزوح لعشرات آلاف العائلات. المرأة اليمنية هنا بيهتك عرضها يا سلمان، إحنا في الشوارع. الحل الوحيد للنزاع اليمني الحالي هو الحل السياسي. الجريمة التي هزت الرأي العام العربي والعالمي التي تعرض لها التيار الأردني معاذ الكساس به على يد تنظيم داعش. من واجب الأردن أن يصمد وأن يستمر وأن يواجه هذه المجموعات الإرهابية. لقد كتبت مقال على شريط الفيديو الأخير لحرق الطيار الأردني معاذ الكساس به. كلما حس التنظيم أنه يخسر عسكريا فسيعوض خسائره في مجال الدعاية. صحيح أن العراق يواجه خطرا كبيرا عنوانه داعش والتنظيمات الإرهابية. العراق يحتاج إلى التحالف الدولي في دعمه في معركته ضد الإرهاب التكفيري. التحالف يريد تقسيم العراق. هي مصر لما تتخذ إجراءات لحماية أرضها وجيشها بتعمل الكلام ده على أرض سيناء وليس على أرض أي دولة أخرى. تداعى جيران ليبيا إلى الاجتماع في الجزائر في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الجماعات الإرهابية هو مشروع تقوده تركيا ثم قطر ثم السودان. الساحة اليمنية مع الساحة السورية مع الساحة اللبنانية مترابطين مع بعضهم. هذا يعني أن تجاوز خطوط الحمر هناك قد يؤدي إلى تجاوز خطوط الحمر في لبنان وفي سوريا. تم التصويت على قرار طرحته ألمانيا وفرنسا بشكل أساسي يقضي بتوزيع حوالي 120 ألف لاجئ بين الدول الأوروبية سينقلون من اليونان وإيطاليا على مدار سنتين. من يقف خلف الاتفاق يجب أن نعرف هو ألمانيا بشكل أساسي. هي في الأساس ليست أزمة لاجئين، هي أزمة لدى الاتحاد الأوروبي. صدرت عشرات بل مئات التقارير والدراسات والأبحاث التي تتحدث عن خطر هؤلاء المقاتلين على أمن أوروبا. بالنسبة إلى دول أوروبا للأسف اكتشفت هنالك ثغرات أمنية وفشل استخباري أيضا بالتعامل مع هذه الجماعات. وقوع اعتداء إرهابي في بريطانيا محتمل جدا، لذا تعمل وزيرة الخارجية حاليا على إعداد مجموعة من الاقتراحات المدروسة والموجهة لمكافحة الإرهاب. اليوم في الذكرى 13 لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي نستعرض واقعا يريد كثيرون التعمية عليه، واقع أن المقاومة للجميع ومن حق الجميع، وأن نصرها نصر للبنان وفلسطين ولكل شعب على وجه هذه البسيطة يؤمن بأن الحرية أسمى وأغلى من أي شيء وأن العزة تصنعها الإرادة. إني أهل العزم إن تدعى العزائم، هذا سيفي بالوغى بالموت قائم، إن شعبي كله وطن مقاوم ما ارتضى غير الماء.
موضوع المرأة كان بارزا بقوة في برنامج العدل العكسي، وقد أوليناه اهتماما كبيرا، ليس من منطلق عنصري بل انطلاقا من اعتبارات إنسانية بحتة، ولأن همنا هو الإنسان قبل كل شيء. بالإضافة إلى موضوع المرأة، تناولنا أيضا مواضيع اجتماعية متعددة ومتنوعة تلامس حياتنا بشكل مباشر. نتابع. تقول إحداهن: كأن مصيرنا أن نعذب ونهان ونضرب ونعيش حياة أشبه بالجحيم فقط لأننا نساء. عندما طلب منها رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج من المركز التجاري بسبب وضعها طلاء الأظافر. لا، الحكومة ما حبتك عشان تلاحقني. الحكومة قالت ما في مطاردات، وقالت ما في أحد، شغلتكم تنصحون الناس وتمشي. للأسف يعني نحن بمجتمع ذكوري لدرجة أنه ما منتحرك إلا إذا في قتيل بالأرض. عن الرسول الكريم: بر أمك 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 ثم أبا. في عيد الأم وتكريما لشهداء الجيش اللبناني، نتوقف مع عدد من أمهات الشهداء. أنا عيني ما بتشوف، بس ساكن بقلبهم. التحرش الجنسي، ارتفاع معدلات ختان الإناث، زيادة العنف، القوانين التي تميز بين الجنسين وغيرها بالنسبة لوضع المرأة في الدول العربية. حبيت أعمل فاشن شو، بس هو رسالة، رسالة سلام أو رسالة للأوروبيين. سوريا ما لها إرهاب. شكرا محمد عساف، لأنك أدخلت الفرح ليس فقط إلى قلوب أبناء جلدتك بل إلى كل من ينطق بلغة الضاد. عمالقة لبنان يرحلون. بالأمس غيب الموت الشاعر العظيم سعيد عقل، وفجر الأربعاء الماضي رحلت عن عالمنا أسطورة لن تتكرر، سفيرة لبنان إلى العالم وأيقونة الفن الجميل الشحرورة صباح. رحل أحمد فؤاد نجم تاركا أرض الكنانة غارقة في وخول الثورة ووجع أبنائها الذين لطالما تحدث باسمهم وعبر عن همومهم. يعيش الغلابة في طي النبوع، نهرهم سحابة ولمهم دموع، سواعد هزيلة لكن فيها حيلة تبدر تخدر جفاف الربوع. ميسون زايد علامة مضيئة في فن الفكاهة الفلسطينية. اللي احنا شعب بدنا صوتنا نصل للناس، وشو أحسن طريق توصل رسالتك للناس من الضحك. تجار المال هربوا، حرس السلطان انسحبوا، بقيوا جماعة بسطة وطيبين على نيات صمدوا غلبوا. هي أغنية وطنية جديدة من توقيع المبدع زياد الرحباني بصوت ريم بنا. شكرا زياد الرحباني لأنك أهديت قناة الميادين وبرنامج العدل العكسي هذه الأغنية إهداء خاصا، وهي ستبث الآن للمرة الأولى على شاشة الميادين. بها نختم حلقتنا لهذه. تجار المال هرب، حرس السلطان انسحب. تجار المال هرب، حرس السلطان انسحب. بقيوا جماعة بسطة وطيبين على نيات صمد وغلب. تجار إلى هذه حكايتي. في
في المواضيع التي طرحناها في العدل العكسي لم نكتفي بما هو سياسي، بل وقفنا على معاناة الناس اليومية. كنا صوت المهمشين والمنسيين في كثير من الأحيان. وقفنا على يوميات سائق التاكسي والحلاق وصياد السمك وعامل النفايات ومصلح الإطارات وبائع الخضار. كذلك عرضنا لإنجازات ونجاحات لربات بيوت وأساتذة جامعات وغيرهم كثيرين. كانت فقرة هذه حكاية من الناس ولهم ومن أجلهم. نتابع مقتطفات من فقرة هذه حكايتي. هذه حكايتي فقرة جديدة في برنامج العد العكسي، يروي فيها مواطن عادي واقعه كما هو. شغلة البحر حتى لو بدي أصير رئيس دولة بدي ضل صياد. انا عم بفتخر واقف على الحاجه تفتش مشان فرجي للعالم كله، انا مالي عوانيه، هي بلدي، هي ارضي، بدي دافع عنها. سنحاول ان نغطي على هذه الثغره من خلال توفير نسخ اكبر بسعر اقل كي يتمكن القارئ من شرائها بسعر مناسب لدخله. ما نسينا انه إن اراضي، انه إن بلد لازم ترجع لنا، انه احنا إلنا قدس لازم نحررها. نتمنى اذا بنحب بعض وبنحب لبنان نحب كل شيء حوالينا حلو ونحافظ عليه. يعني امنيتي بالاستقرار زي اي امراه عربيه بتحب تستقر في بيتها. كنت عايش انه انا بالريف، وبسبب هالظروف الاحداث هي نزحنا لهون، استاجرت بيت هون بالشام. دي دعوه لكل النساء في انه انتم مبدعات، جواكم في الابداع وعندكم القدره، وانتم اللي بتساهموا في تنميه مجتمعاتكم. ف ما في حاجه تستحق التاخير. فلنبدأ الآن نكافح معهم، نشوفهم كبار وشباب وأمن لهم كل شيء، يعني أنه الله يقدرني أني أقدر أمن لهم كل شيء لأشوفهم شباب. وما بدي شيء، بتمنى الأيام الجاية تكون أحسن وهن يقدروا هالشيء، أنه أنا تعبت بحياتي معهم أني يتعبوا بكرة بس يكبروا معي. هذا حلمي الوحيد، انجحوا الأولاد على المدارس. إحنا مش مستعدين نتنازل عن القدس نهائيا، يعني سيدي وابوي ربونا انه احنا مش هدفنا مصاري، مصاري هذه وسخ ايدين بتروح وبتيجي. ما هدفنا الرئيسي انه احنا نضلنا مرابطين في البلد القديمه، مش بس بالبلد، ونحافظ على تراثنا الفلسطيني والوطني. قول الله يبعد البيت عني انا كشخص وعن اخوتي وعن كل انسان عم يشتغل بعرق جبينه. بتمنى الهويه، ما بتمنى شيء ثاني. الهويه هي بتحلل لي كثير اشياء. الحمد لله زين. هرشح نفسي في مجلس الشعب أو بإذن الله. أنا طلبت ده من الرئيس لما قابلته، وقلت له أن أنا نفسي أخش مجلس الشعب. ما بديش جميلة حدا، لا ابني ولا قرايبه ولا حدا، لا إلي لا أبو ولا ابن ولا أخو ولا أخت إلا انضم عندهم. نتمنى بالفعل أن نكون قد أوصلنا صوت هؤلاء إلى حيث يجب أن يكون. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام الحلقة الأخيرة من العد العكسي. شكرا لكل من ساهم في إنجاز كل حلقات البرنامج على مدى 3.5 سنة من بثه. ريتا وهبي، تيما عيسى، هشام الهاشم، رنا كوثراني، كل هؤلاء الزملاء تعاقبوا على إنتاج البرنامج. شكر خاص لهشام ورنا وعلي الحاج الذين وصلوا الليل بالنهار في الواقع خلال اليومين الماضيين لإنتاج كل هذه المواد التي مرت في حلقة اليوم. كل الشكر للمخرج حسن راضي، بولا حملاية، بترا أبي نادر. شكرا للزميل رشيد كنج، لنيكول كاماتو. شكرا كبير للزملاء الفنيين في هندسة الصوت، التصوير، الإضاءة، القارئ الآلي، الأوتوكيو، مدراء المسرح جميعا، القسم الشعر والمكياج، للجميع من دون استثناء على الجهود التي بذلوها في هذا البرنامج. أعتذر من الجميع إن كنت قد تسببت بأي إزعاج من أي نوع لأي زميل. إن كان هذا قد وقع بالفعل أنا أعتذر حقا على الهواء مباشرة، لكنه بالتأكيد كان من باب الحرص والمحبة، الحرص على البرنامج والحرص على أن نقدم لكم ما يليق بكم وبنا. إلى لقاء قريب وبرنامج جديد بإذن الله. أستودعكم الله والسلام عليكم.